وللحديث عن ملف الحرائق ينضم إلينا من بغداد ضابط قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني المقدم حسام حمدان. أهلا بك سيادة المقدم. يعني ألا تبدو أعداد الحرائق غريبة وهي تستمر يوما بعد آخر؟ هل يعقل أن ترمى جميع الأسباب على عدم تطبيق شروط السلامة؟ تحية طيبة لكم ولكل مشاهديكم ومتابعيكم الكرام. الدفاع المدني واضح بعمله وإجراءات الإجراءات الوقائية وفيما يخص كل المشاريع الخدمية والمشاريع السكنية والمشاريع التجارية والسياسية من خلال تطبيق إجراءات السلامة والدفاع المدني. احنا هنالك في مديرية الدفاع المدني تقوم مراكزنا ضمن اللجان بإجراءات الكشف الأولي وكشف المتابعة، تحدد مخالفات لهذه المشاريع. مع الأسف الإجراءات اللي هم أهل المشاريع ما يتزمون بإجراءات السلامة والدفاع المدني، من تروح هذه اللجان وتقوم بتحديد المخالفات لا يعير أهمية صاحب المشروع بالكشف المتابعة. فمديرية الدفاع المدني تقوم باستخدامه إلى جلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني وتغريمه بمبلغ من 250 إلى مليون. هذه الغرامة لا تكفي أو لا تعير أهمية لصاحب المشروع لأنه الغرامة قليلة جدا. فمديرية الدفاع المدني من خلال الدائرة القانونية في وزارة الداخلية اقترحت مقترح أن تكون العقوبة أشد حتى تكون هنالك إجراءات لمديرية الدفاع المدني صارمة بغلق المشاريع وتغريم صاحب المشروع. هسه المقترح هو يم مجلس الوزراء الى مجلس النواب الموقر حتى يتم اقراره وتكون فسحه لمدير الدفاع المدني باتخاذ الاجراءات الضروريه بتغريم صاحب المشروع من 250 الى 10 ملايين او 15 مليون، وكذلك غلق المشروع نهائيا حتى يتم تطبيق كل الاجراءات السلامه والدفاع المدني حتى نقدر نحافظ ونقلل من حجم الخسائر والحرائق اللي تحصل في بغداد والمحافظات جميعا. هذا الشيء يعني احنا مدير الدفاع المدني طالبت بهذه الاجراءات، نامل من مجلس الوزراء ومن مجلس النواب اقرار هذه الماده، تعديل هذه الماده ضمن قانون الدفاع المدني 44 لسنه 2013، ونامل هذا الشيء ان شاء الله في المستقبل القريب.